السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن متى تبدأ حركة الجنين الذكر. تشعر بعض السيدات بحركة الجنين بداية من الأسبوع 16 من الحمل، أي بداية الشهر الرابع، ولكن أغلبهن يشعرن بحركة الجنين بين الأسبوعين 18 إلى الأسبوع 24. وتجب الإشارة هنا في حال كان هذا الحمل الأول لك، فقد لا تلاحظين أي حركة للجنين إلا بعد الأسبوع 20، وتبدأ حركة الجنين كركلات خفيفة لطيفة، وتتغير هذه الحركة مع تطور فترة الحمل وتتخذ النمط الآتي: تتزايد مع استمرار الحمل لحد الأسبوع 32، تستقر بعدها حتى الولادة. من الخاطئ الاعتقاد أن حركة الجنين تقل في آخر فترة من الحمل. تشعر أغلب السيدات بحركة الجنين بين الأسبوع 18 إلى 24 من الحمل، وقد تتأخر المرأة بالشعور بهذه الحركة إلى ما بعد الأسبوع 20 إذا ما كان الحمل لأول مرة. وتجب الإشارة إلى أن مكان ركلات الجنين تتحكم بها العديد من العوامل كوضعية الجنين في الرحم وفترة الحمل وموضع المشيمة، وأيضا فإن حركة الجنين تختلف وتتطور مع تقدم مراحل الحمل. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو. في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا لكم كومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة، وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.